جزاكم الله خيرا. ما هي واجبات أم الزوج؟ وهل حقها مثل حق أمي؟ وهل رضاها واجب علي؟ لا شك أن أم الزوج لها حق، بأن لا يصدر منك إساءة في حقها، أن تحترميها وأن تخدميها بما جرت به العادة، لأن في هذا رضا للزوج وإعانة للزوج على برها والإحسان إليها. فإحسانك إلى أم زوجك هو من العشرة الحسنة المأمور بها، ولأن هذا أدعى إلى الالتئام والوفاق ويرضي وأن يرضى عنك زوجك. فكل ما أحسنت إلى أمه وقريباته فإن ذلك مما يرغبه فيك، وكل ما حصلت إساءة أو نفور فإن هذا مما يسبب بغض زوجك ونفوره منك. وعلى كل حال عليك بالإحسان إلى أم زوجك واحترامها وخدمتها بما جرت به العادة، لأن هذا أدعى لالتئام الأسرة ولم الشمل وحسن معاشرة بينك وبين زوجك. والإحسان إلى الناس بصفة عامة مطلوب، وقولوا للناس حسنة، فكيف بأم الزوج ومن تساكنينها في البيت؟ نعم.